السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا المشاهدين الكرام أينما كنتم. أزور في الله والنائم هذه استماع. فهناك بعض الخصال التي لم يتكلم عنها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ومن هذه الخصال الشجاعة والشهامة والرجولة والمروءة والنخوة. هذه الخصال الخمسة لا تجدونها في القرآن الكريم بالأحرف، يعني كاسم مصدر. الله سبحانه وتعالى تكلم عن رجال لكنه لم يتكلم عن الرجولة، ولذلك لن تجد هذه الكلمات: الرجولة والشجاعة والشهامة والنخوة والمروءة. هذه الخصال لن تجدها في القرآن الكريم. لماذا؟ لأن هذه الخصال تخص البشر، تخص الإنسان أولا، فهي تخص الإنسان أولا، وهي تدل على الاستعلاء في الأرض، تدل على الجبروت وعلى القوة وعلى الاستعلاء، الشهامة والشجاعة والرجولة والمروءة والنخوة. هذه الخصال تدل على الاستعلاء في هذه الدنيا، وهذه الخصال هي التي كانت في الجاهلية قبل نزول القرآن، كانت عند الإنسان الجاهلي: المروءة، النخوة، الشجاعة، الرجولة، الشهامة. هذه الخصال خصال عنترة بن شداد، وخصال عمرو بن كلثوم، وخصال كل الشعراء الذين كانوا يفتخرون، وكانوا يعني السيف، هي خصال أصحاب السيف، خصال أصحاب السيف، خصال الجاهلية، وهي خصال التعصب، ولذلك لا يمكن أن يتكلم عنها الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. فالله سبحانه وتعالى تكلم عن التواضع، وتكلم كذلك عن الصبر، وتكلم عن خصال أخرى للإنسان. هذه الخصال التي تجعله يعني ينحني للخالق سبحانه وتعالى، كما يقول الله في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله تكلم عن خصال أخرى لا علاقة لها بالجاهلية، ولا علاقة لها بالتعصب، ولا علاقة لها بالاستعلاء في الأرض. فالقرآن نزل على قوم جبارين، نزل على أصحاب السيوف، نزل على قوم بدو، إنسان خشن. وهذه من آياته سبحانه وتعالى، أن ينزل القرآن في هذه المنطقة على هذا الإنسان الخشن بالذات، هذا الإنسان الظالم، هذا الإنسان المتعصب، إنسان متعصب، إنسان جاهلية، إنسان متعصب. وهذه العصبية بقيت في الناس حتى بعد الإسلام، ورجعت مباشرة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وسلت السيوف بين المسلمين، وبين المبشرين بالجنة، وبين الذين كانوا يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدونون الوحي الإلهي. تصوروا، كانوا يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدونون الوحي الإلهي، يكتبونه. لكن بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم رجعت العصبية، ورجع الاستعلاء، ورجع الجاه، ورجعت النخوة، ورجعت المروءة. بني أمية والعباسيين، ويعني والفاطميين والبويهيين، وعليه طوائف. لاحظوا أن يعني هذه الخصال الخمسة لا توجد في القرآن، لأنها خصال الاستعلاء. لكن الخصال التي جاءت في القرآن كلها خصال التواضع. عجيب والله، عجيب عجيب. فإن الله سبحانه وتعالى يعني لو هذا الكتاب قرأناه بتمعن وبحثنا فيه
بحثنا فيه كما أراد الله أن نبحث فيه. والله لكانت هذه الأمة ملائكة، لكن الناس رجعوا للسيف وذهبوا للمال وذهبوا للجاه والتعصب الجاهلي والحكم، ويعني هكذا يعني نفس الشيء، يعني هذا يعني بقي شيء بسيط، بقي اسم الإسلام وبقي شيء رائحة قليلة من نفحات الرسول صلى الله عليه وسلم، رائحة قليلة لم تنفع مع هذا الجبروت الجاهلي. هناك من بدأ يقول بأن الناس كانوا نجوم حول القمر وكانوا مبشرين بالجنة وكانوا ولم يكونوا شيء، كانوا قوما بدو أعراب، كانوا ينافقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون وراءه، والله سبحانه وتعالى فضحهم. وممن حولكم من الأعراب، الله يقول لك مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، الله سبحانه وتعالى يقول للرسول لا تعلمهم نحن نعلمهم، منافقون مش منافقون، مرضوا على النفاق، يعني أصبح عندهم هذا النفاق أصبح فيهم يعني وجداني، مرضوا على النفاق، مرضوا يعني لا يمكن أن لا ينافق، يعني هذه هي الأشياء التي مع الأسف الشديد كان على المسلمين أن يتبينوها وأن يبحثوا فيها وأن يتمسكوا بكتاب الله وليس بالكتب التراثية، نتمسك بهذا، وما أقواه وما أجمله وما أحلى هذا الكتاب، ولما تقرأه بتدبر وتفهمه يعني داخليا وجدانك يرتاح وتعيش مرتاح في هذه الدنيا، تصبح لا تفكر في أي شيء، وحتى ألمك يزول، ألم الدنيا لأن الدنيا مؤلمة، الدنيا فيها ألم ألم ألم، لذلك أرسل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن للناس، فيه شفاء للنفس طبعا، لأن النفس هي المهمة، إذا مرضت النفس ماذا تعمل؟ ولاحظوا يعني هذه الخصال أن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم عنها، واقرأوا القرآن كله ستجدون الصبر، ستجدون الإحسان، ستجدون يعني أشياء كثيرة في القرآن، يعني الوفاء بالعهد، ستجدون يعني بر الوالدين، ستجدون الله يوصي على الجار، ستجدون أشياء كثيرة والمعاملات، لكن لن تجد هذه الخصال، خصال الجاهلية، خصال الإنسان الدموي الجاهلي، ولذلك ورثوا هذه الأشياء، ورثوها عن الجاهلية. ولاحظوا أن القرآن نزل وأسلم الناس، والقرآن 60 حزب كلها توصي الناس بالتواضع وبالإحسان وبالصبر لكن الناس لا يريدون هذا القرآن، هذا هو الدليل، هذا هو الدليل على لماذا تركوا هذا الكتاب وأخرجوا لنا كتب أخرى، أخرجوا لنا كتب فيها القضاء والقدر، القضاء والقدر، تقول لك أن حياتك مقدرة، أنك تكون عبدا لي، وأن الله قضى بأن أكون أنا الذي أمشيك، بنو أمية هم اللي دخلوا القضاء والقدر وكملوها العباسيون. أن الإنسان كيف يمكن أن يكون هذا الإنسان بالقضاء والقدر، كيف يكون قضاء وقدر وأن الإنسان أعطاه الله عقل والإرادة في هذا الكون، كيف يعطيك الله العقل والإرادة ثم يفرض عليك القضاء والقدر، كيف كيف كيف؟ الناس لا يقرؤون القرآن قراءة صحيحة، يعني اقرأوا القرآن وابحثوا فيه، ابحثوا في القرآن، ابحثوا، هناك أشياء جميلة في القرآن، ويعني وكذلك يجب أن تكونوا حريصين على فهم الكلمة في القرآن، وتطرحوا السؤال، لماذا قال الله هكذا، ولماذا قال الله هكذا، يعني الله كيتكلم على آيات النساء في سورة البقرة، أحكام الطلاق، أحكام العدة، ثم فجأة يدخل آية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله،
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله. يعني كيف يقحم الله هذه الآية وسط الآيات اللي جات يصف فيها الله سبحانه وتعالى أحكام الطلاق، أحكام الطلاق والعدة ويعني وهذه. حين يجب أن تطرح السؤال، نعم تسأل لماذا، ولماذا رفع الله المضارع بعد حتى، لأن بعد حتى الفعل المضارع يأتي منصوبا بأن مضمرة بعد حتى، لماذا رفع الله الفعل المضارع يعني في سورة البقرة حتى يقول الرسول والذين ما آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، لماذا رفع الفعل المضارع في هذه الجملة؟ ليبين للناس أن لغة القرآن لا تخضع للقواعد اللغوية البشرية، لديه قواعده اللغوية الخاصة به. وتنظروا لما يتكلم عن المثنى بالجمع والجمع بالمثنى، ولا ينصب المثنى بالألف، يعني لا يرفع المثنى بالألف يعني في القرآن. كيف المثنى؟ نحن نرفع المثنى. جاء رجلان كاين مرفوعة بالألف قال رجلان، هي حزب، وكاين يعني منصوبه جاءت ولكن لم تأتي منصوبه. ها يعني اشياء عجيبه، والله اشياء عجيبه في القران. على المستوى اللغوي هناك لغه القران، لغه القران لا تطبق عليها قواعد اللغه العربيه، لسان العرب وليس اللغه العربيه لا يطبق عليها. هناك قواعد خاصه بالقران، هناك لغه خاصه بالقران يجب أن تفهمك. لما تفهم الكلمة لا تبحث عن المرادفات، لا تبحث. مثلا قل أعوذ بالله، لما تتعود بالله يعني أعوذ بالله، ستجد تفاسير بأنك تستعين بالله، بأنك يعني تستغيث بالله، بأنك تطلب من الله، بأنك تجبه، هذه كلها تقربك من المعنى، لكنك تفهم أعوذ، المعنى الذي استقر في ذهنك هو المعنى الحقيقي. دائما المعنى الذي يستقر عند كيف فهمت الكلمة هو المعنى الحقيقي، وليست هذه التفاسير التي تعطيك، يعني تقربك من المعنى. أنك لما تستعيذ بالله، أعوذ بالله، أنك تستعين بالله، أنك تطلب من الله، يعني تتعود بالله، يجب أن تفهم هكذا، أنك تتعود بالله. والتعود لا يكون إلا من الضعيف، يتعود الضعيف بالقوي دائما. هذه قل أعود لا تكون إلا لله، لا نتعود بأي قوة إلا بالله. الفعل هذا، الفعل هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. قل أعود برب الفلق، قل أعود برب الناس، قل يعني قل أعود برب، هذه فإذا قرأت القرآن فتعود، يعني فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني التعود لا يكون إلا من المخلوق، يعني بالخالق للمخلوق، نتعود دائما بالخالق للمخلوق في التعود. إن شاء الله لما نشرح، لما نفسر لكم سورة هذه المعوذتين، سنبدأ بالمعوذتين، يعني سنفسرهم في حلقة وليس حلقة واحدة، لا تكفينا حلقة واحدة، معوذتين لا تكفينا، يعني 10 حلقات بالقراءة العلمية الصحيحة لنفهم يعني وسترون بأن الفلسفة ستساعد الناس على فهم القرآن أكيد. هذه ليس فقط هذه الخمس خصال التي لم يتكلم عنها الله سبحانه وتعالى، لكن هناك أشياء أخرى أتت كلها مذمومة. عجيب، يعني عجيب، مثل الفخر أتى مذموم، لأن ليس هناك، يعني سبحان الله، الناس يقول لك أنا أفتخر بديني، ولو بدينك الفخر مذموم، ليس هناك فخر. يعني لماذا؟ لأنها خصلة تكلم عنها الله ومذمومة في القرآن الكريم. خصال أخرى تتعلق بالبشر وبالإنسان، خصال خصها الله بالإنسان، لا توجد عند مخلوقات أخرى طبعا. يعني فلو كان الناس يفهمون هذا القرآن لكان، يعني لكانوا يمسخون ويلعنون هذا الكهنوت الذي يفسر على هواه، والذي يأتي بخرافات وبأوهام، يعني لدرجة، يعني كيف يعقل أنك تقرأ القرآن بهذه الطريقة ثم تصدق شخص يقول لك يعني في فتوى أنه يجوز أكل لحم الجن؟ كيف تأكل لحم الجن والجن ليس مخلوق من مادة، فهو روح بدون مادة؟ كيف تأكل لحم الجن وليس مخلوق من مادة؟ كيف
حينئذ خرج لك في صفة حيوان، هل ممكن أن تذبحه؟ وكيف ممكن أن تقبض أنت الجني؟ كيف ممكن أن يعني غريب، هل ممكن أن تمسك جني ولو كان نعجة أو بقرة؟ أو يعني لو كنا نقرأ القرآن بهذه، يعني والشباب يجب أن يقرأ بهذه الطريقة، وإلا يعني سيضحك عليك هؤلاء الجهلاء، الجهلاء الأجلاء، نجلهم الجهلاء الأجلاء، ها هم في الفضائيات وها هم الآن يفتون، وها هو يا شيخ أنا نمت على يدي اليمنى، هل يجوز أن أضعها على أذني أم وراء أذني؟ تسمعون النساء يسولوا الشيخ، يا شيخ أنا من عادتي أنام على بطني، هل يجوز أم لا يجوز؟ لا لا يجوز لك أن تنامي على بطنك، لأن الشيطان ربما انظروا الخرافات، انظروا الخزعبلات، والناس يصدقونها، والناس يشترون كتب تفسير الأحلام يا عباد الله، وإحنا تكلمنا عن الروح والنفس، وتكلمنا عن العقل، وتكلمنا عن يعني كيف كيف لو والله الفلسفة يجب أن تكون إجبارية، الفلسفة يجب أن تكون مادة إجبارية من الابتدائي حتى الجامعة، لأن بدون الفلسفة، الفلسفة هي السلاح الوحيد الآن، السلاح الوحيد لكي يتحرر الناس من هذه الخزعبلات والخرافات، لأن الفلسفة لا تقبل الخرافة، من المستحيل الفلسفة لا تقبل، ممنوع الخرافة والخزعبلات في الفلسفة، ولذلك هم حرموها، إنهم لا يريدون الفلسفة. أشياء الله نستغرب، والله تستغرب تستغرب هذه الأشياء هذه. انظروا قراءة القرآن قراءة بسيطة جدا، لكن لما تبحث في القرآن وتلاحظ الملاحظة، يجب أن تكون الملاحظة كذلك في القرآن، يكون العقل التحليلي كما يقول ابن رشد، يشترط العقل التحليلي في تفسير القرآن للتخلص من الكهنوت الأشعري، هكذا قال ابن رشد، بدون العقل التحليلي ستبقى ضحية لهذه الخزعبلات وهذه الخرافات التي لا تنتهي. كل مرة يطلع لينا برميل على فضائية، برميل خاوي، برميل عرفتوا، برميل، برميل خاوي ولا مملوء بداك الشيء اللي على بالكم، برميل يطلع لينا في فضائية ويبدا يكفر في الناس ويصهين في الناس ويدعي على الكفار ويفعل ما يشاء فيه، ليس له من العلم شيء، ولو كان يعني هذا الشخص لو كان ناجح في حياته ما كان عليه يدرس العلوم كسياده، لو كان يعني لو كان له مستوى وكان ذكي لكان درس العلوم كأسياده، لكنه كان فاشل في دراسته، فأصبح الآن عالم يريد أن ينتفخ علينا وهو لا يعلم شيئا، وهذا هو مشكلنا في هذه الحياة، وسنبقى دائما ندور في حلقة مفرغة، لأن هؤلاء كثير كثروا يعني كثير، لأن الفاشلين كثيرون طبعا، لان الفاشلين اكثر من الناجحين طبعا، هاد الفاشلين كلهم مشاو لهذا، هذا كلهم مشاو درسوا، داروا يعني فقه، درسوا الفقه ودرسوا الاشياء التي لا تحتاج مختبر ولا تحتاج رياضيات ولا تحتاج عقل، علف عمر، درسوا المواد التي لا تحتاج العقل اصلا، يعني عمروا بها مخاخهم وجايين كيتنفخوا علينا هادو الجهلاء الاجلاء. يعني قرأوا القرآن قراءة تمعنية، تمعنوا في القرآن يعني تدبروا القرآن، ولكن لا تذهبوا بعيد، لأن بعض القنوات الآن تخرج المعنى ما تخرج اللفظ، يعني الله يرضى عليكم تشبثوا بالفهم، بفهم اللفظ، النص اللفظي، لا تخرجون الألفاظ عن معانيها، الله عبر بلغة نفهمها، وليس الله لا يريد، الله لا يعني بالزيتون أنه الزيتون الذي نعرفه، لماذا الله يعبر عن بلغة مبهمة؟ لماذا أن نفهم القرآن بطريقة علمية دون أن نخرج الألفاظ عن سياقها؟ لأن بعض الإخوة الآن في القنوات الآن يعني بدأوا يخربوا في القرآن بدون أن يشعروا، أن نبقى مع اللفظ القرآني ونفهمه، هذه هي مدرسة الدكتور محمد فيد فقط، ولا يتفضل علينا أو أحد، لأن قلنا لا، يعني الشمس والقمر ليش هي الشمس والقمر الذي نعرفها؟ فهذه الأشياء إن شاء الله قراءة بسيطة جدا، لكنها قراءة علمية وقراءة بعقل تحليلي، يعني يحلل هذه الأشياء، وإن شاء الله كما قلت في البداية سنقرأ القرآن إن شاء الله بطريقتنا، وسنبحث جميعا في القرآن. تحية طيبة لكم جميعا، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.